خلصنا بقى من موضوع محمد رمضان، وفجأة لقينا السوشيال ميديا مقلوبة مرة تانية، بس على مين المرة دي؟ على الإعلامية رضوى الشربيني. واتكتب في البوست ده إن إعلامية كبيرة زي رضوى الشربيني بتطلع تنصح البنات اوعي تتجوزي جوازة تانية أو تبقي زوجة تانية، اوعي تخربي بيت واحدة متجوزة وبتحافظ على بيتها وولادها. والبوست ده وضح لنا إن رضوى الشربيني هتتجوز رجل أعمال الشهير زوج الإعلامية منى الشاذلي، وإن هي قبل تكون زوجة تانية. والبوست كان مكتوب بشكل هجومي أكتر من إن هو توضيح للناس. قامت طبعاً رضوى الشربيني ما سكتتش وعملت فيديو وطلعت قالت أنا لو مرتبطة هقول ومش هخبي، وعيب قوي اللي بيحصل ده، لو بتكرهوني بس ما تطلعوش تتكلموا عليا كلام مش حقيقي. هل فعلاً رضوى الشربيني حط عينها على زوج الإعلامية منى الشاذلي بعد ما استضافتها في برنامجها؟ ما نعرفش.